ولكن ما لا أحد يدري يعني. لا أحد يدري يعني أنتم نعم. عضو لجنة صياغة الدستور الليبي ويعني تقول بأن الانتخابات والقوانين معقدة في ليبيا. ماذا عن المواطن البسيط؟ كيف سينتخب؟ كيف على أي أساس يذهب إلى انتخابات يعني غير معلوم فيها طريقة يعني تسييس هذه الانتخابات أو تسيير هذه الانتخابات والمراحل فيها؟ كيف؟ أنت وضعت يدك على الجرح. للأسف الشديد يعني حتى مسألة الدعاية الانتخابية ليست متاحة لكافة المرشحين في كافة المناطق على سبيل المثال. والإعلام مجهول التمويل قاعد يعني يحاول أن يخلق يعني هذه إشكالية بروحها في عملية انتخابية، قاعد يحاول أن يسوق لبعض المرشحين ويطعن في البعض الآخر ويستخدم حتى في معلومات مغلوطة. بالتالي العملية كلها العملية الانتخابية لديها مقومات، لا يوجد أي مقوم لهذه العملية ابتداء من القوانين المعيبة مرورا بالحالة الأمنية طيب. انتهاءا بمسألة الدعاية والتوعية والعملية وعملية اللي تسبق قبل الانتخابات. فماذا لو تحدثنا على بعد الإعلان النتائج؟ لو حدثت هذه الكارثة الانتخابية البلاد ستدخل في حرب حقيقية يعني. صراحة يعني حرب انتخابية حرب قانونية هنا؟ لا 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 لا, لا ليست حرب قانونية، وإنما حرب بالسلاح. لأن من سيعترف بهذه الانتخابات المعيبة؟ لن يعترف بها أحد أبدا، لن يعترف أي مرشح بهذه الانتخابات وفق هذه القوانين وبهذه العملية. بهذه العملية لن يعترف بها أحد، من سيخسر لن يقبل، وبالتالي سيحتكم إلى السلاح. هل طب ماذا المجتمع الدولي يدفع فينا الدفع الى الاحتراب من جديد؟ للاسف الشديد من يدعم، لكن هو يقود المجتمع الدولي يقود هذه العمليه السياسيه سيد الباب. للاسف الشديد من يدفع باتجاه الانتخابات وفق بهذه القوانين وفق هذه الطريقه هو يدفع الليبيين للعوده الى الاحتراب من جديد، وربما هذه الحرب لن تبقي لا تبقي ولا تذر. تحذر على نعم تحذر من حالة حرب فيما بعد نعم. يعني بعيد هذا نعم واضح. المسألة واضحة يا أستاذي، المسألة واضحة، ما في أي نوع من الضمانات لعدم قيام حرب في حال وجود انتخابات 24 ديسمبر، لأن ما في لا هي شفافة ولا هي ولا يعني حق التقاضي فيها ولا والإطار المنظم لها هو إطار مرقع ولا في قاعدة دستورية. ماذا تنتظر؟ طيب. إذا كان هذا الإطار المرقع المخرج. نعم. ما وصفته بالإطار المرقع يا سيد البابا، هل تعتقد بأن ليس لها للليبيين دور في هذه الانتخابات، إنما هناك قرار دولي نعم. بأن يكون هناك انتخابات وتعيين رئيس ويأتي من يأتي من قبل هؤلاء أو هذه الجهات؟ هل الأمر واضح، هذا الأمر واضح وجلي للأسف الشديد. هم الدفع باتجاه أن من يأتي وفق هذه العملية المفبركة وبعدين يتم التعامل معه. الآن للأسف الشعارات التي ترفع والتي يتم الإعلان عنها بشكل، أنا أستغرب من بعض السفراء أن يقول غالبية الليبيين يريدون الانتخابات. كيف عرف هذا؟ هناك آلية واحدة لمعرفة آراء الليبيين، هو عبر الصندوق. نعم صحيح. لا عبر يعني هذا في البداية يقول نحن مع سيادة ليبيا، وبعد في نفس المقال وفي نفس التصريح وبعدين يقول غالبية الليبيون يريدون انتخابات 24 سبتمبر، والكلام هذا عاري من الصحة، الكلام هذا غير صحيح بالمطلق.